بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. متتبعي مستر نور المعلوميات، سعيد أن أتواجد معكم في حلقة جديدة، حلقة مثيرة، عنوان مدهش. سوف ترى ماذا يوجد في هذه الحلقة إن شاء الله. قبل بدء في الشرح، أتمنى منكم يعني الاشتراك في القناة بالضغط على زر الاشتراك، تفعيل زر الجرس لتشاهد كل الفيديوهات الجديدة في عالم المعلوميات. شيء آخر، تستطيع الضغط على زر الإعدادات لمشاهدة الفيديو بتقنية فول اتش دي أو بشاشة فول اتش دي 1080 اتش دي كما تلاحظ معي أخي الغالي. في العنوان رأيت أنك تحتاج إلى يعني موس الحلقة أو سكيل الحلقة كما تلاحظ معي هذا، وهاتف ويعني لاصق. لماذا؟ نقوم بتقوية إشارة الويفي باستعمال هذا الموس أحبابي في الله. كيف ذلك؟ أولا يجب أن يكون لديك هاتف يفتح من الخلف، مثلا لو ترى الهواتف يعني سامسونج من جالاكسي S6 فما فوق أصبحت كلها مغلقة، وهذا أمر جميل لأن إشارة الويفي أو يعني لاقة الويفي المخدوم أو المصنوع في شركة سامسونج يكون دائما قوي، لا تخاف من هذا الأمر. ولهذا الهواتف القديمة التي سوف نتحدث عليها يجب أن يكون لديها قفل يفتح هكذا كما تلاحظ معي، لأننا سوف نحتاج إلى هذا السكين. أولا وقبل كل شيء، أتمنى من يعني هذه الحلقة تكون بعيدة على الأطفال، لأن هذا السكين يكون حاد جدا كما تعرف أحبابي في الله، ويكون مضر يعني الأشخاص كما تلاحظ. نقوم بفتح السكين من هنا جيدة هكذا، وهو حاد جدا كما أخبرتكم. انظر معي أنه يستطيع حتى تقطيع أي شيء تقوم به هكذا، انظر معي. المهم، الشيء الثاني الذي سوف نتحدث فيه، جميع لواقط الويفي الخاصة بالهواتف القديمة يكون هنا أم هنا أحبابي في الله كما تلاحظ. تقوم أنت بوضع هذه هكذا لتقوية الويفي كما تلاحظ، وتقوم بمسكها بشريط لاصق. ولكن من المستحسن ألا تستعملها على الهاتف، استعملها أنت على يعني الكاج الذي يكون بخلف الهاتف كما تلاحظ معي هكذا، وتقوم باستعمال لاصق كما أخبرتك، وتقوم بوضعها هنا هكذا عادي جدا. انظر معي، نقوم بلصقها جيدا، تجنب أمر يعني وضع الكاميرا كما تلاحظ، يعني الكاميرا هنا، تجنب يعني أن تقوم بتغطية الكاميرا سواء كانت من هنا أو من هنا، وبعدها تقوم بتركيبه عادي جدا، ومن ثم تقوم باستعماله. سوف تلاحظ شدة الويفي أو درجة الويفي تقوم بالزيادة أخي الغالي، أو التقاط شبكة الويفي يكون كبير جدا. الأمر الذي سوف تسأله، لماذا يعني موس الحلاقة يقوم بتقوية يعني إشارة الويفي؟ أولا، هو الشيء الذي يقوم بإشارة الويفي أو التقاط إشارة الويفي هو الرصاص، والشيء الثاني الموجود على موس الحلاقة نصفه مخدوم بالرصاص. أنا لا أستطيع استعمال الرصاص على هاتفي، ولكن موس الحلاقة ذلك يكون يوجد به نسبة قليلة من الرصاص التي تقوم بعمل ثنائي يعني تقوية إشارة الويفي، يعني باستعمال ذلك يعني الموس الحلاقة على خلفية الهاتف تستطيع بها تقوية إشارة الويفي مباشرة. حتى يعني لو ترى كنت تلاحظ معي أنه الويفي هنا سوف تراه يصبح قوي جدا، انظر معي، سوف نجرب عليه هكذا، ندخل إلى الويفي، انظر معي، تجدد أنه يستطيع التقاط شبكات كثيرة كثيرة جديدة على الهاتف الخاص بك، وهذا أمر مدهش. يعني نستحسن كنت جربت يعني تطلعون يعني على شبكة الويفي قبل أن نستعمل ذلك يعني الطريقة، وبعدها سوف تلاحظ أن أمر مدهش سوف يتحول معك أخي الغالي. أتمنى منكم يعني نشر الحلقة حتى تعم الفائدة بيننا وبين الناس أحبابي في الله. كانت حلقة مفيدة سوف تساعد الكثير من الأشخاص، وخاصة التي يستعمل هواتف القديمة، عن كيفية تقوية إشارة الويفي الخاصة به بطريقة سهلة جدا وبدون أي مشاكل. شيء آخر، أتمنى منكم نشر الحلقة والاشتراك بالقناة حتى تلاحظ أو تشاهد كل فيديوهاتنا الجديدة التي سوف تكون جميلة ومفيدة لك في عالم المعلومات. لا أطيل عليكم أكثر من هذا، أستودعكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.